بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة؟ سؤال جميل. أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، إن ربنا سبحانه وتعالى حافظ على نطفة سيدنا رسول الله المحمدية النبوية الأحمدية المصطفوية، وجاءت من نكاح صحيح صريح. خد بالك، نطفة سيدنا النبي جاءت من أول سيدنا آدم وانت جاي كده لغاية عبد الله والد سيدنا النبي، جاءت من نكاح صحيح صريح. مفيش حد في الآباء والأجداد جه من سفاح. وشوف سيدنا النبي يعرفنا بنفسه ويقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. شوف سيدنا إبراهيم تزوج بالسيدة سارة، أنجبت له إسحاق، إسحاق جاب يعقوب، يعقوب جاب يوسف، يوسف والأصباط كانوا 11، ومن نسل يعقوب بقى زكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كل الأنبياء من نسل سيدنا إسحاق ويعقوب. طب سيدنا إسماعيل ابن السيدة هاجر لم ينجب أحدا من الأنبياء إلا سيدنا النبي، سيدنا النبي سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان. عدنان ده رقم 20، جده مين؟ جده سيدنا إسماعيل. تخيل، النسب معروف من سيدنا النبي لسيدنا آدم، ولحد دلوقتي اللي هو من أهل البيت عنده نسب، عارف ابن مين ابن مين ابن مين لغاية سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين رضي الله عنهما، لأنه من أهل البيت. فربنا اختار النطفة النبوية تتنقل في الأصلاب الطاهرة. اصطفى الله من ولد إسماعيل كنانة، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. طيب، ومن كنانة ربنا اصطفى مين؟ قريش. ومن قريش ربنا اصطفى بني هاشم. ما هي قريش كانت فيها قبائل كثيرة، لكن هذه القبيلة هي القبيلة التي تحمل نور النبوة. اصطفى من قريش بني هاشم، وهاشم ده جد سيدنا النبي، هو أول من هشم الثريد، هو أول واحد عمل فتة بلحمة وأكل الناس في مكة المكرمة. وبعد كده عبد المطلب الذي رزق بعشرة من الأولاد وقال لو رزقت بعشرة هدبح واحد منهم، فبقى يعمل كده زي قرعة، أدبح ولا أدبح جمل عشرة وولد عشرة وولد من الجمال، إلى أن وصل العدد إلى 100 من الإبل، فذبح 100 من الإبل فداء لعبد الله والد سيدنا النبي. وسيدنا إسماعيل كان فداه أبو سيدنا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم، فسيدنا النبي ابن الذبيحين. فده نطفة مطهرة، نطفة طاهرة بتتنقل في أصلاب طاهرة وفي أرحام مطهرة، حتى وصلت إلى عبد المطلب، ومنه إلى عبد الله، ومنه إلى آمنة، الآمنة أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة آمنة بنت وهب، حتى طلع نوره على الوجود كأتم بدر صلوات ربي وسلامه عليه. يعني اليوم اللي تولد فيه سيدنا النبي الكون كله نور والدنيا كلها نورت فرحا بقدوم سيدنا رسول الله. اللهم بلغه صلاتنا وسلامنا وأشواقنا وتحياتنا. يا رب احنا فرحانين بسيدنا النبي، ففرحه بنا كما فرحنا به، واجعله بنا يوم اللقاء فرحا مسرورا، اللهم أمين. كل عام وحضراتكم بخير، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.